یہی سے الوداع کہہ دو Humanity. If we love Quran, I request you to raise your hands. تکلیف ہوتی ہے جو تم چلتی ہو جھک جھک کر بس اب اماں آخری شعر چلی جاؤ محمد وعلي محمد وعجل الفرج
We are here to say that Hussein is the one who stood for justice, humanity, peace, and he stood against oppression. Here to commemorate the victory of morality over immorality. Hussein is the one who stood for morality. We are here to commemorate the victory of human dignity, and Hussein is the one who stood for human dignity. And we are proud to be the followers of Imam Hussein. Hussein does not only belong to the Muslim community. Hussein is the hero of entire humanity. Say Labbaik Ya Hussein. And we all know that this sentence of Labbaik Ya Hussein is not something very easy. It requires your loud voices to prove your love towards Aba Abdullah. Say all together with your loud voices, Labbaik Ya Hussein. Labbaik Ya Hussein. لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا عباس لبيك يا عباس لبيك يا مهدي لبيك يا مهدي لبيك يا زينب لبيك يا زينب لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين جلو زخمي نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے دیا بجا کے دیا ہے جس نے حیات انسان کو جس نے قربان کر دیا ہے ہر ایک کو دی اپنی پالا وہ جس نے اکبر سے نا جمع کے جگر سے برجی کا پھل نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے نہ پوچھ میرا السلام عليك يا نبي الله يا خاتم النبيين يا طه ويا ياسين
يا شفيع المذنبين ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام عليك يا مولاي أبا الفضل العباس أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين والحسن والحسين وعليين شهيدين وقاسم بن الحسن جميع ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا غريب الغرباء يا معين الضعفاء والفقراء يا مغيث الشية والزوار في يوم الجزاء يا أنيس النفوس يا شمس الشموس يا أيها المدفون بأرض طوس يا سلطان العرب والعجم يا أبا الحسن يا علي بن موسى الرضا الراز بالقدر والقضاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا صاحب الأسر والزمان الأمان 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 من فتن الزمان ومن شر الشيطان يا شريك القرآن يا مظهر الإيمان يا قامي الكفر والطغيان يا دافع الظلم والعدوان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك وجعلنا من أعوانك وأنصارك ورحمة الله وبركاته.